جينا لمديرية شباب كوكبان هانا ورايا. كوكبان من أقدم المدن الأثرية، يعود تاريخها إلى 7000 قبل الميلاد. السبعين سكنوا هانا ويحوطها سور كامل وبوابة، يعني اللي داخل كوكبان ما يقدروش يخرجوا إلا من هذاك الباب. طبعا انا جيت لهنا وانا صغيره مع الاهل زمان، وكانت شباب كوكبان حاجه رهيبه، يعني كان الارض احمر، التراب حمراء، والمباني والسور هذا الكبير حقهم. اجي لهنا كل شيء تكسر مع الحرب، انضربت كلها المباني كلها مكسره، مع بقيشه البوابه ما بقيش منها شيء، مباني داخل مكسورات، يعني حرام حرام، يعني مدينة هذه من 7000 قبل الميلاد. في نفاق يوصل من كوكبان لا بيتنا أبا الإمام، ها نكاها محل ما الجهال جالسين، حياكم الله يا جهال. فكان يستخدمها للهروب لو في حصار أو حرب أو كذا. وهنا مدرج ينزل لشباب، وفي ناس هذول جايين تحت من نازل شباب. استخدمت الدرج صح؟ ها. كم يأخذ وقت من نازل لطالع؟ نص ساعة من نازل لطالع على حسب قولتهم. صحني شباب موجودة من أيام السبعين، لكنها كمان ازدهرت في الحضارة الإسلامية. الدولة اليعفرية اتخذوها خاص عاصمة لهم وسموها شباب يعفر، بنوا فيها الجامع الكبير هانكا. ولما جينا لشباب الناس استقبلونا وكانوا كرما معنا قوي، يعزمونا يلا تعالوا غدوا هذه الأمور، وكلمونا أشياء منها أنه هذا المبنى الذي ورايا كان سوق، قالوا انه اقدم سوق في العالم القديم، والله اعلم على حسب قولهم. وعلى سيرة السوق في مثل يقول: الحاذق يخرج من السوق عطل، يعني الذي يجلس يراجل ويحزق، وهنا وهنا يخرج فاضي ما يشتري ولا حاجة. احنا جينا هنا فرشوا لنا الاكل، الاكل نفس الاكل اليمني تقريبا، الاكل اليمني التقليدي كامل. معانا هنا كشفوته، انتم عارفين انه اللحوح حق المحويط جاء من المحويط. جينا لمدينة الطويلة اللي تشتهر بالحصون والقلاع التاريخية، إضافة لمعالم أثرية ترجع لفترة ما قبل الإسلام. مباني الطويلة وبيوتها مبنية على مرتفعات، ودائما المنظر منها خلاب، لأن المدينة نفسها مستندة على جبل القرانة ويبلغ ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر. وشباب المحويت ما زالوا لليوم يشتغلوا في حرف متعلقة بالتراث، مثل صناعة المدرات اللي يستخدموها في تحضير الطعام مثل اللحوح المحويتي، أو تخزين الماء بالمدرات الكبيرة. والشخص اللي يحترف هذه المهنة يسموه مدار. أنا اسمي يحيى ضيف الله سعيدي وعمري 20، وأشتغل في هذا المصاحب المدر، أشتغل فيها 8 سنوات، وعلمني أبي فيها ونبيع منها للناس وبيشتروا منها كثير. أول شيء أنت ترى ورجعنا ضب ذولا ما يصبر ساعة الخلب، ورجعنا بني ونيبسه ونفعل لها اللون ورجعنا نحرقه. هذه الحرفة تعلمها بي من أبوه وجده، وأنا تعلمتها من أبي. أنا معي كمية كثيرة منها ومعي دكان، وأبتع وأشتري فيه للتجارة ويبيعوا منه ويبيعوا في الأسواق والمحلات. هذا المدر من التراث، وإحنا نعلم أخواتنا وأطفالنا أنهم يقدروا يصنعوا فيه ويجددوا ويحيوا الآن مسطر منه. مرة ثانية قولوا لنا ايش في عندكم من اشياء مثيرة للاهتمام موجودة في بلدانكم، وايش الامثال اللي انتم تستخدموها، ايش الرقصات حقكم، قولوا لنا في التعليقات. وسلام.